الدولة المصرية مهتمة بمسألة بناء الوعي، وده عند كل فئات المجتمع وحتى الأطفال، لأنهم طبعا الفئة يعني الأهم، ده كده النشء اللي طالع يبني المجتمع. علشان كده وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مبادرة حق الطفل في 100 مسجد كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الدكتورة هدى حميد منسق المبادرة، وتنضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور أستاذة هنير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا مسألة وسهلا بك. تعليم الطفل القيم والمبادئ وإنه المساجد تساعد في ده شيء غاية في الأهمية. لو تقولي لي إزاي هيتم تحديد سن الطفل ويستقبل إيه اللي المفروض يتعلمه في الفترة دي، ويعني تفاصيل أكتر عن المبادرة. تمام. طب احنا بداية حابة أقول بس إن مبادرة حق الطفل هي تتويج لعمل الوزارة في مجال الطفل أو في ملف الأطفال من وقت تولي معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لحقيبة وزارة الأوقاف، واللي كان قبلها تولى سيادة الرئيس منصبه السيد عبد الفتاح السيسي، واللي أعلن من بداية توليه بأهمية بناء الوعي الطفل، واللي قال إن بناء وعي الطفل لا يقل عن بناء الأوطان. يمكن إحنا بتولي معالي وزير حقيبة الوزارة بدأنا بتطوير مجلة الفردوس، واللي هي بتصدر أصلا من أكثر من 50 عام، وبعدها أصدرنا سلسلة رؤية للنشأ، وبعدها سلسلة علم طفلك للأطفال، ودي موجودة بشكل إلكتروني. ليه بقول إن المبادرة هي تتويج لهذا الملف؟ لأن هيتم في هذه المبادرة التفاعل بشكل مباشر مع الأطفال وتقديم كل هذا المضمون من خلال هذه المبادرة. إزاي هيتم تقسيم المرحلة العمرية؟ أولا اختيار 100 مسجد، ده مرحلة أولى وهيكون على نطاق محافظات الجمهورية. احنا قلنا هناخد المرحلة الابتدائية، مش هناخدهم كلهم في مجموعات واحدة، لكن هنقسم حسب المرحلة العمرية. يعني هنبدأ من 6 لـ9 سنوات، ومن 9 سنوات للأعلى اللي هي 12 سنة اللي هي آخر سن المرحلة الابتدائية. تقسيم المضمون اللي احنا قدمناه زي ما قلنا في سلسلة رؤية للنشأ، أو في سلسلة علم طفلك اللي هي الفيديوهات المصورة أو المضامين المقدمة في المجلة، هنقسمها لهم الموضوعات المناسبة لكل مرحلة، وهتبسط حسب المرحلة العمرية وسماتها. والموضوعات الأهم بالنسبة للمرحلتين زي ما قلنا هناخد من بداية المرحلة الابتدائية وحتى 9 سنوات، ومن 9 لـ12 لأن دي مرحلة المراهقة. عظيم يا دكتورة. إيه هي بقى المضامين؟ يعني لو تقسمين كده مراحل، ايه هي المضامين اللي بتعلموها؟ اولا مش هتكون المضامين الدينيه فقط، لا، هي مضامين ثقافيه اخرى هنهتم بتنميه الوعي. عظيم جدا، لان احنا لما بنقول مبادره وزاره الاوقاف مساجد كله دماغه بتروح للمضامين الدينيه فقط. كويس ان حضرتك بتوضحي ده. انا عايز اقول لحضرتك ان لو هتكلم على ده، ان وزاره الاوقاف مجله الفردوس كان مكتوب عليها على فكره مجله الطفل المسلم، هي بتصدر من سنه 68، كانت مجله الطفل المسلم. احنا حولناها لما كانت ملحق لمجله منبر الاسلام، تم تحويلها لمجله منفرده، تم تغيير الشعار لمجله كل الاطفال، وتم تطوير المضمون داخلها، اصبح متنوع، ليس فقط المضمون الديني. يعني ما هي فعلا ياتي الى الاذهان وزاره الاوقاف المصريه مبادره للطفل هي توعيه دينيه فقط، لكن التثقيف شامل، تنمية وعي الطفل الديني الاجتماعي، الحرص على تقديم القيم المختلفة، سواء قيم رياضية، قيم اجتماعية، كل القيم المختلفة ليس فقط القيم الدينية وفقط. هنقدم المضامين في قالب قصصي، وليست قصص دينية فقط، ولكن قصص مختلفة ومتنوعة. ويمكن بإذن الله رب العالمين هيشارك معنا في هذه المبادرة الكتاب اللي شاركونا في سلسلة رؤية للنشأ، واللي بيشاركونا في مجلة الفردوس، ويمكن هم أفكارهم مختلفة ومتنوعة، ليست فقط هتبقى خاصة بي، ولكن هيبقى فيها أكيد جزء ديني هيقوم به الوعظات والأئمة، لكن الشق الثاني هو الجانب العام، هيشارك فيه كتاب وأدباء اللي شاركوا معانا زي ما قلت لحضرتك في سلسلة رؤية للنشأ والمجلة. عظيم يا دكتور هدى، وبالتأكيد دور المسجد هيكون دور كبير
في التربية كمان، ومسألة توصيل القيم للجيل الجديد مسألة غاية في الأهمية، وما هيش سهلة، ما يقدرش البيت يعملها لوحده، ومحتاجة مساندة من المدارس ومن المساجد ومن كل المنابر. لكن خليني أسأل حضرتك عن يعني المعلم بقى اللي هيوصل الرسالة للطفل، هل احنا دربناهم مثلا على حاجات معينة ازاي يتعامل مع الطفل، ازاي يوصل له الرسالة، لأن التعامل مع الأطفال مختلف؟ احنا دلوقتي المبادرة خاصة بالأطفال، لكن وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تدريب بيتم لمعلمي التربية الدينية. يمكن احنا في دورات تدريبية ليهم ازاي يوصلوا المعلومة الدينية للطفل، يعني في دورات تدريبية للمعلمين. لكن احنا مبادرتنا زي ما قلنا حق الطفل هي مبادرة خاصة بالأطفال، لكن الشق الثاني اللي هو الخاص بالمعلمين في دورات تدريبية بالفعل بتتم للمعلمين، وده بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ويمكن ده قائم من فترة، يعني من فترة طويلة عظيم. في تدريبات خاصة بالمعلم بكيفية إيصال المعلومة الدينية للطفل بشكل مختلف وجاذب، يعني يفي يعني ممكن تقدمي معلومة للطفل، الطفل ممكن في الوقت الحالي لا يستقبل منك المعلومة. طيب دكتورة هدى، حضرتك بتقولي عظيم، حضرتك بتقولي انه احنا دلوقتي حتى الان في 100 مسجد فقط في 100 ملحقات المسجد، في ملحقات دار مناسبات مثلا، ويمكن على فكرة دور مناسبات في النقطة دي في اختيار المساجد. معالي الوزير واللجنة المسؤولة عن اختيار هذه المساجد هو حريص يختار المساجد بإذن الله يكون فيها ملحقات مناسبة تتسع لعدد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية إن شاء الله. عظيم. كنت عايز أسأل حضرتك بس إزاي بتوصلوا للأطفال، والأطفال بيوصلوا لكم إزاي؟ هيتم الإعلان عنها بإذن الله رب العالمين عن هذه المبادرة في المكان اللي هيتم فيه اختيار المسجد، بحيث أهل المكان نفسه يبدأوا التسجيل، وإحنا بإذن الله نختار المناطق النائية اللي بيصعب وصول المنتج الثقافي ليها. يعني إحنا عندنا المنتج الورقي وعندك المنتج الإلكتروني، إحنا دلوقتي عايزين التفاعل المباشر، فهنبقى حريصين نوصل للمناطق النائية اللي بيصعب وصول المنتج ليها. هيتم الإعلان زي ما بقول سيادتك داخل المنطقة نفسها، فهيبدأ الأهل نفسهم الأهالي في أهالي المكان يبدأوا يجوا يسجلوا أطفالهم، ويبدأوا يجوا يحضروا معانا، وزي ما بقول هنقسمهم لمجموعات بحيث نقدر نتبع الإجراءات الاحترازية داخل الملحق اللي هيتم اختياره بإذن الله. عظيم. دكتور هدى حميد منسق المبادرة، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده.